صباح الخير يا عواطف. او صباح زي غيره. يوه جرايه وليا، ده انا بقول لك صباح الخير هو انا بشتمك؟ بالصباح اللي عندي قلته يا غندوره، لمي روحك على الصبح احسن لك، الا العفاريت بتتنطط في وشي. صدقي يا وليا انا اللي غلطانه اني بعبرك ولا بصبح. وستين غلطانه كمان، امشي بقى من قدامي بدل ما فيش غل فيكي. اتصلي يا اختي اتصلي وانتي ماشيه، خلي الجدعان يتفرجوا. يا ساتر فوري دم المهشتكة، اعوذ بالله يا غلبياني. جري هتهدي البيت وتكسر الشباك. هاتي المشابك يا وليه. مشابك ايه يا امو مشابك؟ ما حدش خد منك مشابك. بقول لك ايه، اصطبحي وطي شر على الصبح وهاتي المشابك اللي سرقتيها من على الحبل بتاعي، احسن عليا النعمه، اخلي اللي ما يشتري يتفرج. حوش حوش بقى انت يا بنت امبارح تخلي اللي ما يشتري يتفرج. صحيح ان الصف قامت والقوالب نايمه. سعيد انا نص يا مرام. سعيد اصحى برنس، اصحى سعيد. عايز ايه يا اسماعيل؟ انا نايم وش الفجر. اختك ماسكه في ام احمد وصوته جايب لاخر الدنيا. وايه الجديد بس؟ خناقه كل يوم بتاع الاستباحه ده، انا من غيرها اقلق. ايوه بس خناقه داخلي ماشي، انما خارجي لا، بلاش فضايح. طب ما تروح لها انت عشان تكمل. ما انت عارف ان انا ما بقدرش عليها. يا عم هي مش مراتك؟ وهي مش اختك؟ هي لو مراتك كنت ضربتها بالجزمه وطلقتها. طب لو ما خرجتش انا هقول لها الكلمتين دول عشان نتفرج عليك انت وهي بقى في عرض خاص. اوه على الصبح. ان كنت نسيت اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. قال امتى طلعت القصر؟ قال امبارح العصر. ده العصر والمغرب والظهر. الله يكرمك يا ام احمد، احنا برضو ولاد منطقه واحده، ما صحش الكلام ده. ما تقلع وقت في روحه بقى، مش عايزين شبوره الصبح دي. لا انا بقى عايزه شبوره الصبح، وسيبني بقى مع المقشفه الكركوبه حربيه المشابك دي بشوف اخرتها. يا ارجع بقى لو جت اطلعي لي بره. تعالي هنا يا برنس. لما تشوف اخرتها مع عواطف اللي عايزه تضرب واحده قد امها. يا بنت ده انا مرضعاك على احمد ابني. يا ولية ما لفتيني زي الدم. يا انا زي امك. امي يلا مربار بقى. يا هرجع عليكي من المخمضه. انت بخيل عليك كون النسوان ده، سيبني عليها. خلاص بقى يا عواطف، اقفلي الشباك ده يا ام احمد بقى وتوكلي على الله. بقول لك ايه، انا واقفه في بيتنا، هي اللي خبطت عليا. بقى يا عواطف بقى فاهم هبره بقى. يلا روح خش جوه. مش هخش، انا هنشر غسيل. بس هنشره بايه بعد ما سرقت المشابك الحراميه دي؟ محدش سرق منك حاجه. انت تاني يا وليه هقطعك. يا ام احمد خش جوه بقى. يا ام احمد خد يا ست 5 جنيه، هاتي المشابك اللي انت عايزاها. خلاص 5 جنيه بس يا برنس. ده ست مشابك ب2 جنيه واللي ناقصه 5 مشابك عامي. يا بنت الحراميه مش ده يا ام احمد. هي اللي سرقته. بقول لك سيبني عليها. خلاص بقى اروح امشي غسيلك بقى، عايز انام. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر يا كبيري حاضر. انت راجعتي هتشرب. يا برنس صباح الفل. يا برنس صباح الخسائر والعكنانه يا بوز الغراب. يعني ما كانش قادر يستنى لحد ما فتح عيني على الصبح. ما انت عينك وسع طبق الدس اهو، وبعدين كل واحد اولى بحقه. ولو مش عايز تيجي هات يا عم الفلوس وانا اجيب لك الوصل. يا سلام يا اخويا، عايزني اسلم القط مفتاح القرار. لا يا حبيبي، انا اروح ادفع القسط بنفسي واقفش الوصل. يلا اسبقني وانا هحصلك اغير. ما تيجي كده. طيب بقول لك اسبقني وانا هحصلك. روح استنيني عند سامي الحلاق وانا اغير واجي لك. ماشي. انت رايح فين؟ عند عصام. عصام مين؟ الحلاق. استنى بص، عايزك بعد ما تخلص كوتة ساقعة وكوتة سخنة وتفرك لي وشي كده، عايزه يلمع. خلصت يا برنس. ايه اللي خلصت؟ الفوط. انت حلاق قوي. يالا مش عارف مصاحبك ازاي انت. يا عم سامي بالراحة، يا عم سامي هتشعطل الشعراية. يا عم فتلة شعرك هي اللي خشنة يا عم، انا بتك عليها عشان تتفرد. الله فتلة شعرك هي اللي خشنة يا عم. هيجيب الاف في شعرك. طب يا عم انت تقف كده ليه؟ ماشي يا عم ما تزعقش. يا عم خلينا نشوفك لعشنا يا عم، اتكل على الله. الحته دي بتهب بقى عليها دايما هبه، عايزك هي بتبقى مواربه كده اهي. اسمه طالع على مهلك. انت حاطط زبادي على وشك؟ ده ماسكر يا حمار، ماسكر البشره. يابا وده مهم البصره دي؟ طب ما انا ماسي من غير بصره اهو الحمد لله زي الفل. اطلع بره. فين يا برنس؟ انت تقول لي روح عند عصام الحلاق واخرج من عصام الحلاق. ما انت بتعمل لي كده ليه يا برنس؟ يا عم انا كده يا عم بتخانق من الناس اللي ما عندهاش بشره. اما حته موتتني.
ايه رايك؟ حبيبي يا معلم الله انت والله عايز مرايه. ها مساء الخير يا معلم. عندي ليك واحده ثانيه بقى عشان انت قلبك خفيف من غير ضرب نار. ايه رايك؟ لا كفايه كده. بص يا سيدي. لا لا اسمعني بس. اسمع بس انا هقول لك. والنبي انت سامع؟ والنبي انت سامع؟ اسمع خد دي بس. قسط العربيه يا سعيد. ايه مالك؟ مش عارف عندي هبوط كده بس عندي يعني. لا 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 اقعد يا سعيد هنا اقعد اجيب لك ميه بسكر زي كرشه نبات كده. اه طبعا. يا الف سلامه. اه لا.